مراد إذا عرف إنه مو ابن هي العيلة أكيد وقت رح يتدمر. العيلة كل شي بالنسبة لمراد. لو سمحتي قولي لي الحقيقة، طمنيني. مزبوط أو كذب هالشي ما أنه مهم، المهم هلأ تخبي القصة مثل ما أنا مخبيتها من سنين. كيف بدي أكتمه؟ في حدا تاني بيعرفه، وكمان عم يجبروني إني أختار خيار صعب مشان نسكته. فهميني مين وكيف عم يجبروكي؟ على فكرة مو هاد المهم هلأ. ليكي أنا مستحيل خبي هالسر عن مراد، مالي مستعدة أغلط أكتر من هيك، لأنه تعبت. هالمرة ما رح أقدر خبي، لأنه بعرف شو النتيجة. أنا مو حابة أخسر مراد. حياة يا بنتي، لو سمحتي لا تستعجلي. إذا هلأ حكيتي كل شي لمراد وعرف رح يتدمر، تركي لمراد يلاقي أخوه بالأول. ليكي أنا من الأساس كنت ناوية خبره بالقصة. حياة معلش بنتي اسمعي مني وطولي بالك، بس هالفترة كلها كم يوم بوعدك إني ما رح خليك تستني كتير. تعرفي إني كل هالسنين ما قدرت شوف ابني لهذا السبب؟ بترجاكي بنتي لو سمحتي. ليكي أنا كتير واثقة بمراد، متأكدة وقت اللي بحكي له كل شي رح يسامحنا نحن التنتين. صدقيني لا تاكلي هم، بوعدك بهالشي لو سمحتي بنتي. الله يوفقك. ليلى خانم، عم يتصلوا فيكي من المستشفى. والله غريبة، ليش عم يدقولي من المشفى يعني؟ يمكن بدهم يسألوكي عن شي على الأغلب. حياة رح تساوي مثل ما قلت لك، ما هيك بنتي؟ لو سمحتي. ألو، أنا هزار. أنت بأي عين عم تتصلي لهون؟ أنت بأي عين بتروحي عبيت الجماعة؟ هلأ بدي خبر ابني عن وساختك. مراد، مراد. ايه ناديله، عطيه التليفون كمان، في عندي كلام لازم قله إياه. شو بدك تقولي لمراد ولا يوقحها؟ شو بدي قله؟ بدي قله اللي حكيتيه وقت كنتي سكرانة. ولا نسيتي شو قلتي؟ بما أنك سكتتي بتتذكري معناتها. اسمعيني منيح هلأ، بكرة الصبح بتجي على الحديقة اللي جنب بيتكن، بس إذا بتجيبي معك حدا بمحيكي عن وش الدنيا وبحكي كل شي لمراد. وليش لا أجي على الحديقة يا روحي؟ على شو عزمتيني؟ ولا بدك يانا نركض الصبح سوا؟ لا عن جد دمك خفيف، بس مو جاي على بالي اضحك. اسمعيني ولي، بكرة بتجيبي المصاري معك، فهمتي علي؟ وبتسحبي شكوتك ضدي كمان، وبعدين كل وحدة منا بتروح بحال سبيلة، فهمتي شو عم قول؟ رح أجي بكرة. الله ياخدك يا واطية، معناتها أنت اللي عم تبتزي الحياة. بورجيك شو رح أعمل فيكي بكرة. لا 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 لا، نحن كتير مبسوطين. لا 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 لا، وهديانين. لا 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 لا، بعد شوي رح نطلع. لك ليش سكتتي؟ يلا غني لي كمان. صحي صوتك بشع كتير بس بيجيب فايدة. إن شاء الله غيب عن الوعي. لا تسكتي، خليكي عم تغني. يا جنياتي اتدخلوا بالموضوع، أنا بحاجتكن، أمكم بحاجة لمساعدة، يلا تعالوا بسرعة مشان تساعدوا. جنيات شو؟ مو شايف الجنيات فوق رأسي؟ رح ينقذوني، لك انقذوني. SOS help help. لك ليش هكنتي تركتيني وعم تعرفيني بخاف كتير؟ رحت اني مو قادرة للنفس، تنبصي يعني اذا اختلت وبتت. ليش انت يا صاحبتي اختي ما بتخافي؟ الله I don't want to die with him. ما بدي موت لساتي. I don't want to die with him. Please he is horrible. Please يلا تعو افتحوا الباب. لك انا ما بدي موت. لحقونا ان شاء الله ما بدي قادرة للنفس ابدا. اسرعوا الله دخيلك يا الله. خلص أكيد هي النهاية. ليك اشتغل وينه؟ خدي بسرعة، هاتو هذا عندي.
بنتي نفدنا من الموت. بعد معني بنتك. نفدنا، خلصت منك. بعرف إنه صاير شي وحاسس إنه مو منيح، بس ليش ما بدك تحكي لي؟ يعني مبسوطة من الوضع اللي نحن فيه؟ ليكي قديش صرنا بعاد عن بعض؟ خلينا نرجع مثل ما كنا. ليلى خانم، لوين رايحة بهالوقت؟ رايحة شم شوية هوا. بس حضرتك مريضة. هذا الشيء ما بخصك. طيب خبر مراد بي؟ اصحك تخبري، لا مراد ولا غير. هاي لوين رايحة من وش الصبح؟ لازم فيق مراد بيك وخبره. Love done on the mind.